حسب ما هي مرتبة في نعم الشات إن شاء الله. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع إن شاء الله تعالى اليوم الجلسة الأخيرة من جلسات دورة مع القرآن مع فضيل شيخنا الأستاذ الدكتور حسني حسوبة إن شاء الله. وأطلب من الإخوة والأخوات تسجيل الأسماء من أجل القراءة والتلاوة بإذن الله تعالى. ويناديكم إن شاء الله الأخ الأستاذ الشيخ حس حسين الشيخ حسين الطيب المبارك، وهو من إخواننا الكرام في الأداء القرآني في الماجستير. نسأل الله تعالى له وللجميع التوفيق والبركة إن شاء الله. طيب سيدي جزاكم بسم الله الله، خير. نفتح المصحف ليكون الجميع عنده المصحف إن شاء الله على سورة البقرة. أين وقفنا أمس تذكرون عند الآية؟ الآية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. طيب بسم الله، فالآن سجلوا أسماءكم بالترتيب وإن شاء الله تعالى يناديكم الشيخ، وكل واحد من الإخوة والأخوات يقدروا يعني 5 أسطر 6 أسطر 4 أسطر حسب الآيات وقفوا عنها، حتى لو لم ينتهي المعنى أو كذا، لأنه نعطي المجال للإخوة إن شاء الله. تفضلوا سيدي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. وعليكم بسم الله السلام والصلاة ورحمة الله. والسلام على رسول الله. إذا نبدأ بالأخ ناصر إن شاء الله، ناصر بن حمد. طيب يعني استأذنك نستفتح الجلسة أخ حسين إلى أن يكتب الإخوة الأسماء، بارك الله فيكم. نعم نعم تفضل. أول 5 دقائق 10 دقائق الوقت لكم الشيخ حسني، أنت الذي نعم. تقرر متى تبدأ نعم بالاستماع إن شاء الله. إن شاء تفضل الله، إن سيدي. شاء الله ننتهي في 8:10 إن شاء الله. بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بك علما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأحباب، كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفسر قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فلما قرأ الشيخ الآية بكى بكاء طويلا، ثم قال: سبحان الله، أمر مخصوص لعبد مخصوص بعمل مخصوص في مكان مخصوص، ومع ذلك يسأل الله القبول. يعني لم يكلف أحد على وجه الأرض بهذا العمل من قبل الله إلا إبراهيم، فلا مجال للرياء ولا المراءة ولا أي شيء، ومع ذلك وهو يفعل العمل وبعد انتهائه من العمل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا شيخ حسين. نعم، جزاك السلام الله عليكم. بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله إليكم جميعا. طيب، كما يعني تقدم قلنا، إذا إن شاء الله نبدأ مع الشيخ ناصر. أعتقد نعم بلى يا شيخ ناصر. نعم عملت سويتش للجوال للديسكتوب، فأنا راحت من الأسماء الترتيب، فحنظر إليها إن شاء الله من خلال الجوال. تفضل. يعني حبذا يا شيخ حسين تذكر اسمين معا، فلان وبعده فلان، حتى يستعد. والله انا زي ما قلت لكم، للاسف انا عملت سويتش لجهاز اخر، فراحت من الاسماء اللي كانت مسجله في الاول، فاللي عارف طيب اسمه يعني يذكر اسمه بعد، الى ان انا عندي اول اسم الان فضيله لفيف، لكن قبلها كان في مجموعه اسماء. طيب جيد، إذن ناصر بن حامد. نعم إذن الكل يتابع. يعني أنا ظاهر عندي الآن الأخ ناصر، نعم وبعده الأخت سناء، نعم ثم ناصر. عبد الرحمن السباعي. خلاص تمام ناصر. خلاص، والذي يعرف دوره يتقدم مباشرة بعد أن ينتهي الأخ السابق له إن شاء الله. تمام، جزاك الله خير. تفضل أخي ناصر. نعم، على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أحبابنا الكرام نجيب عليه كتابة إن شاء الله. الأخ الكريم استعاذ وبسمل،
والبعض يستعيذ مباشرة ثم يقرأ، أيهما نعم أولى وأيهما أصح؟ نجيب كتابة إن شاء الله، والأخ حسين يعلمنا بالإجابة بعد قليل إن شاء الله. تفضل يا نعم أخي ناصر. شكرا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر وقولوا، لكم انتبه يا شيخ ناصر، خطاياكم شيخ ناصر، وقولوا، حطة نغفر لكم ما خطاياكم حركة التاء المربوطة في كلمة حطة؟ حركة ضمتين أحسن، حطة نغفر. وقولوا حطة نغفر لكم انتبه خطاياكم انتبه، الراء في كلمة نغفر ما حركتها؟ سكون سكون، نعم. وسنزيد لا أعد يا شيخ ناصر، المحسنين. أعد، ما أوقفتك نعم عنده تعده. وقولوا حطة، نغفر لكم خطاياكم نعم. وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء طيب، بما كانوا يفسقون. بما كانوا، يفسقون. أيوة، كلمة يفسقون أحبابنا الكرام في كل مواضعها السين مضمومة، يفسقون، يفسقون، ننتبه إلى ضمة السين. أيضا كلمة رجزا من السماء، ما نعم الفرق بين الرجز والرجس؟ هذه بالزاي وهذه بالسين، ما الفرق بينهما؟ نكتب رجاء إن شاء الله ثم نعقب على ذلك بعد قليل. أكمل يا أخ نصر. حاضر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا انتبه قد انتبه يا شيخ، علم. انتبه يا شيخ ناصر. فانفجرت، فانفجرت منه نعم، أكمل. 12 عينا هناك تاء مربوطة بعد الراء، عشرة. اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم، كل أناس مشربهم نعم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض ولا، مفسدين. انتبه، ولا، تعثوا لا انتبه، التاء عليها فتحة والعين ساكنة، يبقى إذن تع، والثاء التي بعدها مفتوحة. ولا تعتوا في الأرض مفسدون طيب، الواو ساكنة، ولا تعثوا، ولا تعتوا في الأرض مفسدين. أحسنت يا شيخ ناصر، بارك الله فيك، بارك الله فيك. فيكم. تفضل من بعده. الآن إن شاء نعم، الله أستاذ عفوا أحمد عبد الرحمن. أحمد عبد الرحمن. طيب تفضل شيخ. تفضل. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله،
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أحسنت يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. ما بقى فيه. طيب الآن عندنا بعد الشيخ أحمد عبد الرحمن، عندنا الشيخ عبد الرحمن السباعي ثم الأخت سناء إن شاء الله. طيب تفضل شيخ عبد الرحمن. إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك، فتح الله عليك. طيب معانا إن شاء الله الأستاذة سناء، أخت سناء تفضلي. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بارك الله فيك، فتح الله عليك. جزاكم الله خير. طيب مع فضيلة لفيف أعتقد، نعم فضيلة لفيف، نعم الفيلف، الفيلف الفيلف عفوا عفوا. الفيلف نعم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. طيب قال إنه يقول إنها بقرة، بقرة وليست بقرة، ننتبه لا نختلس الحركة، هذا نبهنا عليه بالأمس، إنها بقرة، بقرة هكذا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا، جزاكم الله خليها خير. تكمل الآية عشان تنتهي من الوجه ونقسم الوجه اللي بعده. عفوا انا افتكرت انتهيت من الوجه، تفضلي تفضلي. نعم تفضل. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. أسفة. أوكي. تفضلي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بارك الله فيك، فتح الله عليك.
جزاك الله خير. طيب الآن شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ حسني، تحب ان نستعرض الإجابات عن موضوع آه يا الأسئلة؟ ريت يا ريت يا ريت ناخذ إلى أن ما يسجل ناخذ باقي ثلاث الإخوة، مرات إن شاء الله ناخذ نوفق. الإجابات الإخوة أجابوا بي. طيب الأستاذة منى قالت الاستعاذة، ثم الأستاذ عبد الرحمن السباعي الاستعاذة واجبة، أستاذ سحر خليل قال استعاذة، ثم البسملة أفضل والله أعلم. جزاكم الله خير، معظم أهل بارك الله الإسلام فيك. يبدأ بالاستعاذة. طيب نعم طيب دعونا نقول أن الشخص إذا قرأ القرآن من أول السورة فالاستعاذة واجبة لقول الله جل وعلا في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والعلماء قالوا أن الوجوب هنا الاستحباب، فهو مستحب. وقال ابن سيرين، وهو انفرد بذلك، أن الأمر هنا للوجوب أيا كان. فالأولى أن يستعيذ الإنسان في بداية القراءة، ثم يبسمل في أول السورة، ثم يقرأ. هذا متفق عليه عند العلماء. لكن في الأجزاء هنا في غير أول السورة، مثل ما بدأنا، يعني سمعنا 3 حالات. بعض الإخوة الكرام استعاذ وبسمل وقرأ، والبعض استعاذ فقط وقرأ، والبعض لم يستعيذ ولم يبسمل وقرأ. ما الأولى؟ العلماء قالوا كما قال الشاطبي حينما تكلم عن حكم الاستعاذة، قال: وفي الأجزاء خير من تلا. وفي الأجزاء خير من تلا، أي الذي يقرأ من غير أول السورة هو مخير حينما يبدأ أن يستعيذ ويبسمل أو لا يبسمل، يعني يذكر البسملة أو لا يذكرها. فإن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى، فهو على الصواب. وإن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى، فهو أيضا على الصواب، وليس هناك وجه منهما أرجح أو أصوب من الآخر. طيب، في أحد الإخوة الفضلاء قرأ ولم يستعيذ، وهذا هو الأولى في مثل هذه الحلق أو هذه المقارئ. ما دام البادئ الأول استعاذ، فالذي يكمل بعده لا يستعيذ، وإنما يقرأ متصلا ويستعيذ سرا إن أراد، لأن القراءة بدأت بالاستعاذ. طيب، سؤال آخر يتعلق بهذا السؤال: متى يستعيذ القارئ إذا توقف عن القراءة؟ لعلنا نترك الإخوة يجيبوا عليه وننتقل للسؤال الآخر، اللي هو: ما الفرق بين الرجز والرجس؟ في أحد أجاب يا أخ حسين؟ نعم، أنا أستعرض الإجابات الآن. طيب الرجز، الأستاذة سوسن، الرجز هو العذاب، أما نعم، الرجز بالسين ذكرت أنه هو النجاسة وما خبث من العمل. نعم، أحسنتم، نعم بارك الله فيكم. بالفعل، بالزاي هو العذاب، وبالسين هو النجاسة وما خبث من العمل، أو يكنى به أو يشار به إلى الذنوب، مثل ما قال الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أما بالزاي فهي العذاب. إذا الذي يقرأ في موضع الزاي ويضعف الزاي ويضعف الجهر الذي فيها تتحول إلى سين فيتغير المعنى، والذي يقرأ في موضع الرجس أو غير الطهارة وهي بالسين ويقوي السين فتخرج الرجس، تغير المعنى لأنها تحولت من معنى لآخر. فننتبه أحبابنا الكرام. السؤال الأخير الذي كان معنا الآن، وهو: متى يستعيذ القارئ وهو يقرأ القرآن إن توقف؟ أنا توقفت الآن، يعني نحن الآن توقفنا، سنعيد القراءة. هل لما أعيد القراءة مرة أخرى أستعيذ أم أقرأ مباشرة؟ طيب عندنا إجابات. إذا توقفت عن القراءة في وسط الصورة، إما إذا توقفت وبدأ ببداية، عفوا الإجابة تأتي ببداية الصورة، كتبت في بدايتها البسملة ووجبت البسملة. إذا حدث فصل في القراءة بشيء غير القرآن يستعاذ مرة أخرى، مرة ثانية، هذا من مجدي. نعم، طيب استعاذ مرة أخرى عند المقاطعة بغير قراءة القرآن للأستاذة باسمة، وكذلك اتفقت معها سوسن. إذا كان حديث خارج عن إطار القرآن وعلومه، يعني أعتقد أنه نستعيد مرة أخرى تقصد. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال العلماء: إن قطعت القراءة لشيء يتعلق بالقراءة، مثل ما فعلنا الآن، توقفنا لنشرح حكما تجويديا،
توقفنا لنشرح معنى من معاني الآيات. فهنا حينما نستأنف لا تجب عليك الاستعاذة والأولى القراءة، لأننا إن انقطعنا عن القراءة بشيء يتعلق بالقراءة. أما إن انقطعنا عن القراءة لرد سلام أو للرد على الهاتف أو لفتح باب أو ما شابه، فهنا خرجنا عن القراءة بشيء خارج عنها، فالأولى أن نستعيذ حينما نستأنف القراءة، والله أعلم. طيب دور من الآن؟ جزاك الله خير شيخ. جزاه طيب الله خير. الآن عند الأستاذ أيمن عرفة، ثم بعد ذلك تأتي الأستاذة سحر خليل، ثم بعد ذلك الأستاذة أنا في الصفحة جميل، الثانية. بارك الله فيهم جميعا. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيمن تفضل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا انتبه ما انتبه، قالوا ادع لنا. ربك، نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. بارك الله فيك يا شيخ أيمن، فتح الله عليك. أستاذ سحر خليل. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيكم، الله عليكم. ما شاء الله. طيب الأستاذة أنا لوكوزويز. I'm sorry. لا بأس. جزاك الله خير. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أحسنت يا أختي الكريمة، أنت حريصة ما شاء الله، يعني الله جل وعلا أنعم عليك بالنفس الطويل، وأنت حريصة أن تتم المعنى بداية وقفا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ حسين. العفو، أنا كنت أتحدث وما انتبهت أنه ميوتد يعني. طيب الآن معانا الأستاذة أميمة، ثم أنا وضعت اسمي بعده، لكن أنا مستعد. أنا قرأت أمس في أحد الإخوة سأل، والأخوات سأل، إذا اللي قرأوا أمس يستطيعون القراءة اليوم. طبعا لا شك، طبعا طيب احنا لا، نحن الآن الأولوية لمن يسجل، الأولوية لمن يسجل. طيب إن شاء لمن الله يسجل. نعم أستاذة أميمة، إذا تسمح لي أنا وضعت اسمي بعدها ثم أقرأ، ثم بعد ذلك أستاذ شاكر. نشرف بك، نشرف بك يا أستاذنا. جزاكم الله خير. تفضل. تفضل أستاذة أميمة.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم نحن قلنا يقولون يا هذا. أخت أميمة، انتبهي انتبهوا جميعا إن أنا لا أخذ نفسي في أثناء الكلمة، أقف على أي موضع ثم أكمل عادي. نعم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم الشيخ ناصر، لو سمحت الجهاز عندك تعمل له ميوت، الله يجزاك الخير. طب الدور عندي الآن. تفضل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. وإياكم شكرا، جزاكم الله خير. الدور عند الأستاذ شاكر. تفضل. جزاك الله خيرا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا، هناك آية لم تقرأها، الآية التي قبلها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. الألف مرقق يا شيخ شاكر. وبالوالدين. وإذ أخذنا ميثاق بني السؤال يا شيخ شاكر إسرائيل. عشان يستفيد الجميع، نريد أن تكتبوا لنا متى تفخم الألف. الألف أصلا حرف لا يحكم عليه بتفخيم ولا بترقيق، لكن أحيانا يفخم. متى يفخم؟ نريد أن نعرف. تفضل يا شيخ شاكر. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أنت. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ شاكر. الآن الدور عند بان عبد الحليم. ما أدري إذا ذكرته سليما، بان عبد الحليم. نعم، تمام. وإذ أخذنا بداية الصفحة، عفوا. نعم، بداية الصفحة. أعوذ بالله من تفضل. الشيطان الرجيم.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم طبعا الأولى هنا أن نقول نعم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، هذا نعم الأول. لا نبدأ بتظاهرون، يجب نعم أن نعيدها، صح نعم نعم لأن أعتذر، الأمر نعم هم جمعوا بين الأمرين، أخرجوهم وظاهروا عليهم. نعم نعم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك. جزاك الله خير أستاذ لبان. الآن معنا الشيخ أحمد عيسى. تحب شيخنا نستعرض إجابات على السؤال الأخير ولا؟ ما فيش مشكلة، نستعرض طيب إلى أن تجد بعض الإخوة، تفضل. الإجابات كانت متراوحة ما بين إذا سبقه حرف مفخم أو يعني حرف استعلاء، طبعا نعم. يعني بعض الأخوة استخدموا حرف الاستعلاء، إذا نعم. سبق حرف استعلاء، وبعض الأخوة استخدم حرف مفخم من ضمنهم أنا. طيب وهو نفس الشيء أعتقد، بس في بعض الإجابات كانت إذا كان تبع، يعني إذا كان بعده حرف مفخم، فما بين هذه يعني ما بين نوعين، يعني قبله أو بعده حرف مفخم، طيب فأرجو إجابة. طيب حرف الألف لا يفخم إلا إذا جاء قبله حرف من حروف الاستعلاء السبعة التي هي مجموعة في جملة خص ضغط قظ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. إذا جاء قبل الألف حرف من هذه الأحرف يفخم، خاف، قال، ظالم، وهكذا. أما غير ذلك فلا تفخم الألف أبدا، والله أعلم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك على جميل. الإيضاح. الشيخ أحمد عيسى قرأ، إذن أنا معانا الأستاذة سوسن ثم الأستاذ علاء حباب، أو أستاذ علاء حباب ما أدريكم. نعم. أستاذة سوسن. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أحسنتم، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. علا حباب أو علاء حباب؟ نعم، علا. علا، طيب تفضلي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا الوقف هنا فلما وقف رائع لا يحتاج لإعادة. نبدأ فلما جاءهم ما عرفوا. نعم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما افتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بارك الله فيك. معانا الأستاذ إن شاء الله ثناء. بس سؤال على الآية السابقة لو سمحت لي، هل يجوز أن نبدأ ببغيا بغيا أن ينزل الله؟ الأولى ألا نبدأ بها، لكنها نعم تعدتها، هي في نعم نعم القراءة تعدتها وصلت إلى كلمة ينزل، أن ينزل الله من فضله. ثم بدأت ببغيا أن ينزل الله من فضله. نعم، بغيا يعني المراد أو الغاية، تمام؟ فهي بدأت تمام بها لإتمام المعنى، فلا شيء في ذلك، تمام لكن إن وقفت على الكلمة التي قبلها فقالت أن يكفروا بما أنزل الله، ثم قالت بغيا أن ينزل الله، هنا الكلام. تمام شكرا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان طيب الرجيم. ثناء. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل قالوا قالوا نؤمن سوري نعم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك. الله أعلم. سؤال أستاذي قبل ما تفضل. مدة الغنة الغنة حركتين. أنا دائما عندي خطأ فيها الغنة حركتين. احنا قلنا ايه؟ حركتان. احنا اليوم او في هذه الدورة نركز على الوقف والابتداء حتى لا نعم نشوش على الناس، وإلا فيعني البعض لديه بعض الأشياء في مدة الغنة، في الإدغام بغنة، البعض في الإدغام بغنة يدغمه كما يدغم خلف عن حمزة بغير غنة، يقول من يشاء من يشاء، والصواب من يشاء، فيها جزء من الشفتين وفيها جزء من الخيشوم. الغنة نعم مدتها حركتين، لكن التطويل فيها مخالف لجودة القراءة. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله.
وطبعا الحركتين العلماء قالوا هي الحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه بطريقة متوسطة، لا هي سريعة ولا بطيئة، وهذا يعني غير متاح أو غير متيسر للإنسان إن هو يضبطها بالأصابع. كنا على مشايخنا نضبط بهذا، لكن مع الوقت ومع مرور الوقت والتدرب الإنسان يجد نفسه يقرأها بمقدارها الطبيعي بالضبط، لا زيادة ولا نقص بفضل الله تعالى. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب زمان. بالنسبه للاخوه اللي بيسالوا، الاخوات اللي بيسالوا اللي يعني التحقوا بنا مجددا وبيسالوا وين وصلنا، احنا الوجه 14 الايه 92 ان شاء الله، ثم الدور على الاستاذه باسمه، ثم الاستاذه هدى، ثم الاستاذه شريفه بعد ذلك. ما عندي بعد كذا اي اسماء، اللي يحب يقرا بعد كذا وفي وقت فليكتب اسمه. جزاكم الله خير. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو الأولى يعمر. الأولى ومن الذين أشركوا يود، لأن إحنا لما قلنا ومن الذين أشركوا عايزين نكمل ومن الذين أشركوا يود أحدهم. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. أحسنتم، بارك الله فيكم. يود مرة ثانية، يود، يود أحدهم لو لا يعمر. نريد أن نبين ضمة الدال، نعطيها مقدارها كامل، يود أحدهم، أحدهم وليس أحدهم، أحدهم الدال مضمومة، لكن كما قلنا بالأمس وقع فيها اختلاس، فنريد يود التدرب عليه كما قلنا. كيف نتدرب عليه؟ ننطق الكلمة مفردة ثم نضيف إليها الضمير، أحد أحد أحدهم أحدهم، هكذا، بارك الله فيك. أحدهم. نعم أحسن. كيف ممكن سؤال بهذه الآية؟ نعم شيخ ممكن سؤال بهذه الآية؟ تفضل. بارك الله فيك يا أخي، أنت صححت الأخت وبدأت ومن الذين أشركوا يود أحدهم، وكأنك استثنيت الضمير اللي ولتجدنهم، الضمير اللي يعود على أحسنت اليهود. نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. أنا نفسي وأنا قلتها فيها وجه آخر، وهو الأولى، وهو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين نعم أشركوا، يبقى إذن الكلام الحرص على الحياة للجميع، ويود أحدهم أصبحت أيضا للجميع، أيضا للجميع. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، لفتة طيبة بما يا أنك أستاذ. صلحت، لماذا توجد حرف جيم فوق أشرك؟ لماذا يوجد حرف جيم بما معناه أنه نستطيع أن نقف؟ ما احنا قلنا الجيم هنا معناها وقف مستوى الطرفين، الوقف كالوصل، لكن هنا الأولى أن الوقف، لأن الحرص على الحياة هي صفة اليهود كما ذكرهم الله، وكذلك الذين أشركوا، وكلهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. نبدأ من نعم. يود أحدهم. نعم هذا الأولى. شكرا. لا لا خليني أرجع أفهمها لو سمحت. هلا أنا وقفت على أشركه لأنه عندي جيم، جميل، وكملت بوضع العادي إني قلت يود أحدهم، جميل، فحضرتك اللي رجعي عيدي من لا لا ومن لا لا، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، تمام؟ أوكي. يعني البعض في القراءة لا يقف هنا ولا هنا، البعض يقرأ ويقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هذا الكلام على من؟ على اليهود. على اليهود،
نعم ثم يبدأ ويقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يبقى إذن نعم الكلام هنا انفصل، أصبح الذين هم حريصون على الحياة اليهود فقط، أما الذين يتمنون أن يعمروا في الدنيا 1000 سنة هم الذين أشركوا. والصواب في الآية أن كلا الفريقين حريص على الحياة، اليهود والكفار المشركون، وكلاهما يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. فالوقف الصواب والأكمل كما وقفت الأخت بارك الله فيها أن تقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ثم تقول يود أحدهم. والله عندهم أي أعلم. صح. نعم. الدور الآن عند الأستاذة هدى الأمين. أستاذة هدى موجودة؟ نعم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. بارك الله فيك. عفوا قلت شيء استاذة هدى؟ اوكي. نعم. طيب معانا الاستاذة شريفة ان شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هل الوقت أحسنت. بارك الله فيك. الأستاذ أحمد شيخاني، تفضل شيخنا. حياكم الله شيخنا. حياك الله شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أو هنعيد يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. انتبه وما انتبه. نعم. هاروت و وماروت. أيوة، لا تبالغ في الألف، حركتين فقط، لا تقل ماروت، لا، ما نعم شيخ حركتين فقط. انقطع النفس عندي ومد هيك فعذرا. لا، ولا هذا مد التذكر، لا جزاك الله خير. يعني أحد الإخوة بيقرأ عليا فبيقول لي لعلهم، قلت له ما هذا المد؟ قال يا شيخ هذا مد التذكر. عم قلت له يتذكر متذكر ايه؟ قال انا بتذكر كلمة
اللي بعده، يتفكرون ولا يعقلون. نعم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهمت يا تابعنا شيخ، بارك الله فيك. ما سمع. جزاكم الله خير جميعا. أنا ما عندي بعد للشيخ أحمد أي اسم مسجل. طيب احنا الآن لو هناك أسئلة يتفضل الإخوة الفضلاء يكتبوها، إن ممكن لم يكن تعليق هناك شيخ؟ أسئلة والبعض يريد يقرأ تبقى لنا تقريبا 10 دقائق وننتهي. ممكن تعليق شيخ؟ شيخ فإما ممكن أن تعليق؟ نستودعكم الله وننتهي الآن، أو من لديه سؤال يتفضل، حتى شاكر استاذ. لو في جوانب أخرى في علوم القرآن ما فيش مشكلة. سؤال يا شيخ في هذه الآية، الله يجزيك خير. تفضل. نعم الله يجزيك خير. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن في هذه الآية نفسها، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لو تقف هنا وتبدأ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وتقف، ما يعني ربما لم تعد هي موصولة اسم موصول، وإنما ربما تكون تفهم على أنها نفي فيتغير المعنى، وإحنا في صدد تغير المعنى مع التلاوة. أحسنت، بارك الله فيك. يعني لو الكل انتبهوا على هذا الشيء يكون جيد حقيقة، لو كل الأخوة والأخوات الموجودين لو انتبهوا على هذه الملاحظة، نعم حتى لا يعني لا يعني لا يعملوا ذلك، لا يقفوا عند السحر ويقفوا نعم عند موصول، نعم وبالتالي ما تكون قد تكون موصولة ولكن قد تكون نافية أيضا. أحسنت الشيخ أستاذنا ناصر، الكريم، بارك الله فيك. الشيخ ناصر رافع يده. تفضل يا شيخ نعم ناصر، السلام. شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا أخي. الله يبارك فيك. كذلك يحيي الله الموتى أو يحيي الله الموتى؟ كذلك يحيي الله الموت. تمام بارك الله فيك. طيب ما القاعدة في ذلك؟ عايزين نعرف القاعدة. أجاوب أنا يا شيخ؟ ها ما طيب قطع تفضل يا شيخ، سؤالي يا شيخ بارك الله فيك لو تجاوب إن شاء الله. تفضل الأخ الكريم أجب. ما قبلها مكسور شيخنا. طيب القاعدة في تفخيم اللام من لفظ الجلالة أو ترقيقها هو الحرف الأخير في الكلمة التي قبلها، فهنا حرف يحيي مكسورة يبقى إذن ترقق، والقاعدة كما قال ابن الجزري رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذا كان ما قبلها مضموم أو مفتوح تفخم كتاب الله، تمام، وعد تمام الله. أما إذا كان ما قبلها مكسور فترقق، والله أعلم. بارك الله فيك. فيكم بارك. الأستاذة باسمة قرأت ولا هي ولا في أكثر من باسمة؟ عفوا في أنا في لو ما الأستاذة قرأت تفضل تقرأ، لو عندها سؤال تتفضل تطرح سؤالها. هي أكثر من باسمة. نعم إذا ما قرأت يا أستاذة. طيب تفضل يا أختي الكريمة اقرأي. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك. طيب سؤال نختم به إن شاء الله، ومن يجيب يرفع يده، والأخ حسين يختار إن شاء الله. إن شاء الله. يعني خلونا ننطلق إلى أول سورة آل عمران، قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الكلمة إذا أردنا أن نصل الميم من ألف لام ميم بلفظ الجلالة، كيف نصلها؟ دكتور ممكن أجيب؟ من الشيخ أحمد؟ لا، من؟ السباعي؟ الشيخ ضياء. الشيخ عبد الرحمن السباعي بعيده بس، نعم في حد. طيب طيب تفضل يا شيخ ضياء. تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة آل عمران، إذا أردنا أن نبدأ نقول ألف لام مي، إذا وصلنا نقول ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جميل. طيب هذا أولا، يعني أولا فتحنا صح، حركنا الميم بالفتح صح، نعم، عشان نتخلص من التقاء الساكنين، لأن لا نعم. يأتي في اللغة العربية ساكنان متتاليان. نعم. جميل. طيب لماذا الفتح؟ لماذا اخترنا الفتح؟ التقاء الساكنين. أيوة، لماذا الفتح؟ ما هناك ضم وهناك كسر. يعني تفخيما للفظ الجلال. جميل. طب ما الضم أفخم أقوى. اختار العلماء الفتح لأن الفتح هو أخف الحركات. تمام؟ أخف الحركات، الفتحة ثم الضمة ثم الكسر، تمام؟ فاختاروا الفتح لأنه أخف، فيسهل الجمع بين الساكنين وتحريكهما بالفتح. طيب هل الوجه اللي قرأ به الأخ الكريم الأخ ضياء، هل هذا هو الوجه الوحيد ولا هناك وجه آخر؟ هناك وجه آخر. طيب أحد غير الأخ ضياء يجيب يسمعنا الوجه الآخر. نعم يا شيخنا، هناك وجه آخر، ألا وهي أسمعينها. ممكن نقصرها بمقدار حركتين، يعني هو دلوقتي هذا ما قرأ به الأخ ضياء أنه قصر الميم حركتين فقط. نعم، ما هي في الحالة الأولانية بنحرك الميم بالفتح، ولكن هنا يجوز في الياء قبل الميم اللي هي نحن نديها مد اللازم اللي هو 6 حركات. هي الياء 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 لابد أن تأخذ المد اللازم، لكن أنا نتكلم عن الميم. الميم هنا لها وجهان، الوجه نعم. الأول قرأ به الأخ ضياء، خلاص هي الفتح. الفتح أنا لا أتكلم لا في أتكلم حركتين عن لزوال السبب الموجب لنا، لأن دلوقتي زال السبب الموجب، لأن خلاص سبحان الله، فما فيش داعي إن إحنا نفتح. فقال إن هو مثلا ألف لام ميم الله الأولاني، أما الثانية ألف لام ميم، دي 6 حركات، فهم لا. حركتين. لا شوفي الوجه لا. الأول قرأ به الأخ ضياء وكما سمعته هكذا: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. نعم. هكذا يبقى الألف حركتين واللام نعم. 6 حركات والميم حركتين. بالضبط. هذا الوجه الأول. هل هناك وجه آخر؟ نعم لا هناك وجه آخر. طيب من يجيب؟ ممكن أجيب؟ تفضل يا أختي الكريم. مين؟ ما أدري، فاضلة؟ فاضلة أو فضيلة؟ فضيلة. تفضلي أختي فضيلة. الوجه الثاني أن نقرأ ألف لام ميم ثم نتوقف ونبتدأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بارك الله فيك. هذا الوجه الأصلي في القراءة، هذا الأصلي في القراءة أن نحن أجيب صفاء. أن نحن أجيب أنا. تفضلي أختي صفاء. نعم، عندنا وجهين في الوصل ووجه في الوقف على الأصل. نعم، وجهين بالوصل
أول واحد نفتح الميم، يعني اثنيناتهم نفتح الميم مرة من مد حركتين والثاني من مد 6 حركات، طيب فبصير عندنا اسمعين اللام ست الثانوية الثانية. حركات. نعم. ألف لام الله. طيب بارك الله فيك. سؤال سؤال، هل نعم. هذا الـ هذه الـ هذان الوجهان مما يتوجب على القارئ الاتيان بهما؟ ليس على الوجوب. لا، ليس على الوجوب. طيب احنا قلنا ان من انواع الوقف، من انواع الوقف انواع كثيرة. طيب هل من انواع الابتداء انواع ايضا؟ هل النوع ده نسميه له مسمى ممكن نسميه؟ السؤال دكتور أوضح، مش واضح مرة ثانية، السؤال. يعني احنا قلنا ان في الوقف هناك وقف اضطراري، وقف اختياري، وقف اختباري، وقف انتظاري، صح؟ نعم. هنا الوقف او الوصل اللي احنا اتكلمنا عنه، يعني لماذا يوجه الي هذا السؤال؟ لماذا اقرا بهذه الطريقه؟ لماذا سالتكم اختبار. عن هذين الوجهين؟ هل هذا اختبار. يدخل ضمن الوقف والابتداء؟ نعم. نعم، هو اختبار. ضمن الوقف والابتداء. نعم. ايوه، يعني لما اجي اقرا في الصلاه او في غيرها اقرا بهذه الطريقه؟ لا. ها، اتي بوجه من وجهين في حالة الوصل. وقف هذا وقف صحيح. اختباري، نعم، وقف اختباري. أحسنت بارك الله فيك. نعم. هذا ما أريده، أن هذا في حالة الاختبار، نريد أن نسأل الطالب أو الطالبة لنعرف مدى استيعابها لهذا الحكم أو لهذا الأمر، لكن ليس مسوغا أن تبدأ به في الصلاة أو في غيرها. الأولى أن نلتزم بما عليه المسلم، وهي وقف أن صحيح. هنا، نعم، أن هنا ألف لام ميم آية مستقلة عند حفص، ثم بعدها الله لا إله إلا هو الحي القيوم والله أعلى وأعلم. طيب بارك يا الله شيخنا، فيك ما هي الله فيك. تبقى حضرتك يعني عندي سؤال يا الياء دكتور. نفسها اللي هي المد، لا تمد 6، لا تمد 2، صح ولا لا؟ أيوة، اللي ما هي احنا حرف قلنا إن فيها المد. وجهين. ايوه نعم، يعني ما هقول لحضرتك الحركتين او 6 حركات، صح ولا لا؟ بالضبط، هي فيها اه الوجهين، نعم فيها الحركتين وست حركات، لكن الأولى أن نقف عليها بست حركات لأنها نهاية الآية ثم نبدأ، لكن هذا في حالة الاختبار، في فقط. حالة نعم السؤال نعم فقط، طيب والله أعلم. سيدنا الدكتور، يعني نقول دكتور، لو لمعرفة أصول الرواية ممكن هذه ما ليست يراعى رواية، لحفظ، هذه لا أختي ما الكريمة، يراعى لحفظ. هذه ليست رواية، هذه عند كل القراء الـ10 لهم هذان الوجهين نعم. غير فإذا الوقت. ثلاثة يعني أو أنا قصدي يعني الاختبار، وقت اللي بده يختبر نعم الشيء، يعني نعم في نقدر حالة نقول يعني لمعرفة ما يراعى لكل قارئ فرضا بالضبط، يعني. أحسنتم أحسنتم، نعم بالضبط. شيخنا الحبيب، هل يجوز أن نقول أن أوجه القراءة في أول آل عمران هي نفس أوجه أو نفس فكرة الاستعاذة والبسملة، مثلا في بالنسبة لقطع الجميع مع الأوجه الثلاثة، مثلا مد الميم 6 حركات مع الوقف على السكون، ومد الميم 6 حركات وتحريكها مع الفتح مع وصلها باسم الجلالة، ومد الميم أيضا حركتين وتحريكها بالفتح ووصلها باسم الجلالة، يعني هل إذا قلنا هذا يكون صحيحا؟ هذه الحالة في آل عمران، في أول آل عمران حالة اختبارية للاختبار فقط وليست للقراءة، لكن الاستعاذة مع البسملة وأوجهها المعتمدة هذا للكل، لكل القراء، جائز لكل القراء. لا، أنا أقصد سؤالي دكتورنا الحبيب، يعني هل أوجه القراءة في أول سورة آل عمران نفس الأوجه التي موجودة في الاستعاذة والبسملة؟ لا، ليس لها علاقة، نعم، جزاك الله خير. ليس لها علاقة، والله أعلم. طيب بارك مولانا الله. الدكتور شيخ حسني، لا يسعنا في هذا المقام وفي نهاية الجلسة الرابعة من جلسات دورة الأداء القرآني إلا أن نشكرك حياكم الله. جزيل الشكر. أشكر اليوم أخونا الفاضل الشيخ حسني حسين العمصي على يعني إدارته هذه الجلسة الطيبة المباركة. أشكر جزاكم الله. جميع الإخوة والأخوات الحضور المشاركين في هذا البرنامج، وندعو الله تعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ الدكتور حسني وأن يزيده علما وأن ينفع به. اللهم اجعل هذه الجلسات جلسات خير وبركة وجلسات دائمة مستمرة على مائدة القرآن الكريم. إخواننا الكرام، من أراد
ماجستير او دكتوراه، فالباب مفتوح ان شاء الله للتسجيل، وسيكون هناك تسهيلات وميزات ان شاء الله لجميع المسجلين خلال هذا الفصل باذن الله تعالى. عندنا يوم الخميس جلسه تعريف بالاداء القراني للماجستير والدكتوراه، ارجو من الجميع الحضور يوم الخميس ان شاء الله تعالى الساعه 8 بتوقيت مكه المكرمه. وان شاء الله سنقوم بتنظيم دورات جديده ولقاءات جديده دائما مستمره معكم، ودائما يعني نسعد ونتشرف بحضور استاذنا وفضيله الشيخ الدكتور حسني. الشهادات ستكون جاهزه لكم ان شاء الله وترسل لكم خلال فتره قصيره اما اليوم او غدا باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مسداكم الله، جزاكم الله جزاكم خيرا الله خير. جميعا جزاكم الله، جزاك الله خير يا شيخ. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور رحابي جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا جميعا. دكتور رحابي.